صباح الخير. النهاردة عندنا 3 حالات هيعملوا كبسولة مبرمجة، منهم أختين مع بعض. كبسولة هي عبارة عن فعلا كبسولة بتبلع تخش جوه المعدة، ننفخها بقت بالونة تملى المعدة، تقوم تحس بالشبع. مش محتاجة عملية، مش محتاجة مستشفى، مش محتاجة تخدير، مش محتاجة أي حاجة، فعلا بتبلعها. كل حكاية بنعمل بس صورة إشعة نطمن إن الكبسولة نزلت جوه المعدة عشان ما تقفش في أي حتة في النص، ومنفخنا وتبقى كله تمام. بس بعد 4 شهور بتدوب، بعد كده تقوم نازلة في الحمام لوحدها. دي الكبسولة زي ما قلت فعلا قد الصباع، هي دي الكبسولة قد عقلة الصباع. كل حكاية هتبلعها. الأنبوبة دي بندخل منها السائل اللي بنفخها بيها جوه البطن، بس بقى كأنه مشدنا تتفك فيبقى البالونة جوه البطن. بس كده اتبلعت خلاص الكبسولة. احنا عندنا علامات في التيوب دي، نتأكد انها دخلت لغاية جوه، نصور صورة إشعاع نطمن الكبسولة دي صور جوه المعدة، وبعد كده نوصل دي بالتيوبينج بالمحلول، نخش فيها يملاها تقعد بيها 4 شهور وتنزل لوحدها. عملنا الإشعاع، صورنا اهي، اتأكدنا انها جوه البطن. دي بالمناسبة دي المعدة، ده الهواء اللي جوه المعدة، والأنبوبة اهي الطويلة، والنقطة البيضة دي هي دي الكبسولة نفسها جوه المعدة. فكده طمنتنا جوه، هنفخ على طول. فدينا المحلول خلاص، نزل من هنا دخل جوه التيوب. التيوب اهي ملهاش لازمة خلاص، هنشدها بس. شوف حتى ما تعبتش ولا تطلع على طول بسهولة جدا. بس كده ممكن تروح على طول تعيش حياتها يوم عادي خالص. يلا عندنا جوه المعدة تاني حالة، نفس الحكاية هنكررها كمان في تالت حالة إن شاء الله. خلصنا الأخت الكبيرة خلاص، هنشيل التيوب. شيلها ما هي بسيط جدا، عبارة عن شدة كده بس. زي ما شفنا خلصنا الـ3 حالات اللي عاملين كبسول، كلهم روحوا البيت، بعتوا لي كله كويس، بدأوا ياخدوا الأدوية. بناخد شوية أدوية بعد البالونة، ليه؟ عشان خاطر نريح المعدة، نعودها إن البالونة تفضل قاعدة في مكانها، حاجات تقلل المغص، تقلل الغثيان عشان تقدر تتعود عليها. بس أول كام يوم بعد كده ترجع حياتك الطبيعية عادي. دايما بقول الرياضة تبتدي على طول من أول يوم، إن ما كانتش بدأت من امبارح قبل ما نركب الكبسولة، عشان يبقى أعلى نسبة نزول في الوزن. لأن البالونة عبارة عن زقة، كبسولة عبارة عن زقة ليك، ما استغلتهاش كويس مش هتخس. تمام، 50% على البالونة، 50% على جود لك ليهم وجود لك للأختين. هنديكم الأبديتس عامة، أخبارهم إيه، خسوا قد إيه، عشان الناس يبقى عندها فكرة البالونة بتخسس قد إيه. توفيق.